في ولايات دارفور الحبيبة، وادي كجا الوادي الذي يمر عبر ولاية غرب دارفور ويغطي مدينة الجنينة إلى قسم الشمالي وقسم الجنوبي. ربما إيرين تعرض للإصابة جانب من جماهير المريخ على يمين المقصورة الرئيسية لملعب المباراة، والتداخل ما بين إيرين و أبو 20 أدى إلى إصابة عضلية للاعب محمد أحمد سعيد إيرين. وربما نشاهد تبديل اضطراري للمدرب خالد بخيت. ربما يكون هنالك تبديل اضطراري لخالد بخيت، من سيشارك بديلا للاعب محمد أحمد سعيد إيرين. لعب الكرة وبعد رأسية صلاح عادل، ومحاولة العكسية من رمضان عجب الخلفية ولكن مرت إلى خارج الملعب. كرة الركنية لعبت خروج لأبو 20، الرأسية كانت من صلاح عادل، ومحاولة الخلفية أو لعب الكرة على الطائر كانت من رمضان عجب. أحمد إبراهيم وضاح يلعب الكرة الأمامية ناحية محمد عبد الرحمن، تجد حمزة داود يمرر لمحمد كسر لاعب الطرف الأيمن أو الظهير الأيمن للمريخ، يعود للخلف لحمزة داود قلب الدفاع لمتوسط الدفاع اليساري بخيت خميس. وسط الملعب تتلعب من وجد ناحية أحمد آدم بيبو، أحمد آدم وفرصة العكسية داخل منطقة الجزاء مبعدة، تعود لوجد يسدد تصطدم بمحمد المنذر ويخلص عبد الرؤوف يعقوب، يمرر ناحية فارس يخلص عمار طيفور، فرصة مريخية والعكسية يخلص أحمد إبراهيم وضاح. محمد الرشيد محاولة استحواذ من بيبو ولكن مرت الكرة إلى خارج الملعب. أحمد آدم وجد عوض، محمد هاشم التكت، التكت يعود لمحمد الرشيد يمرر ناحية وجد عوض، تتلعب الكرة لأحمد آدم بيبو، تتلعب العكسية خطيرة أبو 20 يخلص. خالد بخيت المدير الفني للفرقة الهلالية جميلا في هذا اليوم الباهي وفي هذه الاجواء الخريفيه الرائعه، نذكر حضور احمد ابراهيم وضاح ان هناك جوائز ستقدم لنجوميه المباراه من خلال هذه الفعاليه الكبيره، فعاليه لاعب الكره امه السودان تشكل حضورا لجرس كافيه رائعا، وجرس يبعد الكره الى خارج الملعب. فالسودان يتعافى من الجنينه، الجنينه عاصمه السلام وعاصمه المحبه. الجائزه الاولى مقدمه من نائب رئيس مجلس السياده، هي عبارة عن جانبية لصالح الهلال لكل لاعب. المباراة سيكون هنالك جوائز قيمة هجمية المباراة من جانب الفرقتين. اللاعب الجانبية عيد مقدم عبد الرؤوف يتخلص صافرة ومخالفة مع عبد الرؤوف، هي المقدمة من شركة سوزان مع عبد الرؤوف، عبارة عن هاتف قيم لكل لاعب من الهلال والمريخ. الجائزة الثالثة مقدمة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، مخالفة لأفضل حارس بالمباراة. تحية للجمهور الكريم والتحية أيضا لفريقي القمة، إن شاء الله نستمتع مع مباراة جميلة وراقية إن شاء الله. إذن العديد من الجوائز مقدمة لنجوم المباراة من النائب الأول مجلس السيادة وجهاز الأمن والمخابرات بمدينة الجنينة وشركة سوداني، أيضا العديد من الجوائز مقدمة لنجمي المباراة من الفرقتين. مخالفة هلالية وفارس عبد الله في التنفيذ وصعود لأحمد إبراهيم وضاح، أيضا صلاح عادل موجود داخل منطقة الجزاء، تتلعب في المرمى مباشرة جرس كافي يخلص، خطيرة كانت من فارس
الكرة خادعة تتلعب الكرة أمامية ومبعد راسية من الطيب عبد الرازق. إذن نصر الدين الشغيل ربما يعوض أحمد إبراهيم أو اللاعب محمد أحمد سعيد إيرينغ الذي تعرض لل جانبية. أحمد آدم وجدي يخلص وليد بخيت، الضغط من جانب التاج يعقوب، وليد يلعب حمزة داود يعود بالرأس لجرس كافي بخيت خميس. الهجمة المريخية تتلعب الكرة أمامية، أحمد إبراهيم وضاح بالمرصاد يخلص محمد المنذر، صلاح عادل، محمد المنذر يعود للخلف للطيب عبد الرازق، تتلعب محمد المنذر، الضغط على محمد المنذر، طيب عبد الرازق ناحية محمد عبد الرحمن، يتمرر لعبد الرزاق يعقوب والضغط من التاج يعقوب، محمد عبد الرحمن الضغط من محمد كسرة، إبعاد للكرة إلى خارج الملعب، عيد مقدم يمرر لمحمد، تعود مرة أخرى إلى خارج الملعب جانبية. تتلعب في اتجاه محمد المنذر وجدي، محمد كسرى يمرر في اتجاه محمد الرشيد، التاج يعقوب لمحمد الرشيد، محمد على الناحية اليمنى لهجوم المريخ ولكن تطول الكرة على التكت وتحولت إلى خارج الملعب جانبية هلالية. بخيت خميس، أحمد آدم يعود لبخيت من جديد، تتلعب ناحية التاج يعقوب، صافرة ومخالفة من محمد المنذر مع التاج يعقوب، سلامات التاج يعقوب. قبل لحظات تعرض الكابتن احمد سعيد محمد احمد سعيد ايرينغ للاصابه اثر اصطدامه بزميله الحارس ابو 20. نتمنى السلامه لجميع اللاعبين ونحن نلعب في ختام الموسم وكان موسما طويلا وشاقا. مدينه الجنينه شهدت امس الاحتفال والمهرجان الثقافي الكبير الذي حياه الفنان والمطرب الكبير ابن مدينة ولاية دارفور الأستاذ جانب الأستاذ المطربة مكارم بشير، وسط حضور جماهيري أيضا ضخم وكبير هنا باستاد مدينة الجنينة في أمسية تاريخية لمدينة الجنينة وهي تعيش هذه الأيام في مرحلة مهرجان السلام والتعايش السلمي. سعادة السلطان، كان مهرجان رائع مساء أمس. أكيد كان أجمل أيامنا، نحن سعيدين بالوضع الثقافي والرياضي وقمة الكرة السودانية معنا هنا في جنينة، تعايش وتعافي كامل إن شاء الله. إن شاء الله. نعود إلى المباراة، محمد الرشيد يلعب الكرة مباشرة في المرمى ولكن بعيدة كرة محمد الرشيد، مرت إلى خارج الملعب ركلة مرمى للهلال، تتلعب سريعا. أحمد إبراهيم وضاح يعود للشغيل، تتخلص رمضان عجب يعود لأحمد آدم أو وجدي عوض، محاولة العكسية من وجدي، مبعد راسية من الطيب عبد الرازق، مخلص تتخلص من عيد مقدم عمار طيفور، تتلعب الكرة أمامية لعيد مقدم وأحمد آدم، عيد محاولة المرور من أحمد آدم، الضغط من أحمد يعود للخلف لمحمد المنذر، صلاح عادل، الضغط من عمار طيفور تتحول في اتجاه فارس عبد الله، يمر لمحمد عبد الرحمن، محمد الرشيد يخلص، يخلص فارس، تعود لعبد الرؤوف، خطير الكرة للهلال، عبد الرؤوف يبحث عن المساحة للتسديد، يتدخل حمزة ويخلص التاج يعقوب، مرور ناجح للتاج، يمرر في اتجاه التكت، تتحول الهجمة مريخية، تتلعب أمامية لرمضان عجب والطيب
ومحاولة لحاق بالكرة ولكن مرت من رمضان وتحولت إلى ركلة مرمى هلالية. محمد كسرى راسية في وسط الملعب، عمار طيفور يمرر ناحية محمد الرشيد لطيفور، يعود للخلف لمحمد هاشم التكت، كسرى بيمرر في وسط الملعب للتاج يعقوب، تتلعب أمامية من وجد عوض لأحمد آدم بيبو ولكن تطول على بيبو وتتحول إلى خارج الملعب. الطيب عبد الرازق، تمرير للأمام، محمد كسرى إلى خارج الملعب، محمد عبد الرحمن، فارس عبد الله، فارس صلاح عادل، أحمد إبراهيم وضاح، وضاح محاولة التقدم والضغط من رمضان تتخلص وتعود هلالية من جديد. نصر الدين الشغيل، فارس عبد الله، محمد المنذر، صلاح عادل، محمد المنذر، عبد الرؤوف يعقوب، مرور ناجح لعبد الرؤوف، تمرير لمحمد عبد الرحمن والضغط على محمد، قراءة سليمة من بخيت تتحول مريخية، بخيت خميس، بخيت يمرر لمحمد أو لرمضان عجب، محاولة المرور من جانب رمضان، عمار طيفور يلعب الكرة الأمامية لأحمد آدم أو بخيت خميس، يلحق بالكرة ولكن تعود لصالح الهلال، عيد مقدم، ستلعب للطيب عبد الرازق، شغيل للطيب عبد الرازق، محاولة تمرير لفارس، تتلعب أمامية لوليد بخيت ولكن تطول على وليد وتحولت إلى خارج الملعب. رمضان مخالفة من وضاح مع رمضان عجب، محمد الرشيد، وجدي عوض، التاج يعقوب، وجدي من جديد، محاولة الاستحواذ يخلص محمد المنذر، تتلعب الكرة أمامية لمحمد عبد الرحمن ومحاولة المرور من حمزة داود، محمد عبد الرحمن يعود للخلف يمرر لصلاح عادل، محمد المنذر تتلعب لعيد مقدم، محاولة العكسية إبعاد من بيب إلى خارج الملعب وركنية للهلال. ركنية هلالية، محمد عبد الرحمن قائد فريق الهلال في تنفيذ صعود لأحمد إبراهيم وضاح ونصر الدين الشغيل وصلاح عادل داخل منطقة جزاء المريخ، تتلعب العكسية ومحاولة الرأسية تمر من الجميع و تتحول إلى جانبية، وليد، فارس، توقع لفارس، محاولة التمرير لصلاح عادل، وجود راية وصافرة ومخالفة مع صلاح عادل، أو ركلة حرة إذن لراية المساعد الأول الدولي عبد الجبار محمد، مساعد الأول الدولي عبد الجبار محمد، مساعد لحكم اتحاد الفاشر فضل الكريم محمد. تتلعب الكرة أمامية من حمزة، محاولة رأسية رمضان تعود من الشغيل، صلاح عادل أيضا رأسية وأيضا رأسية من محمد الرشيد، يستحوذ محمد يمر ناحية أحمد آدم بيبو والضغط من عيد مقدم، يعود للخلف لبخيت خميس وبخيت التمرير الأمامية والإبعاد من محمد المنذر. تغنى الجميع أمس عيال دارفور خدار وروى مهما نكون أصلنا سوا، رددها الجميع هنا بهذا الاستاد مع
المطرب والفنان عمر إحساس في أحاسيس تسودها المحبة والسلام والوحدة والوئام. محمد الرشيد، بخيت خميس، محاولة التمرير لأحمد آدم، يخلص سعيد مقدم إلى خارج الملعب. ثلث الساعة مرت من انطلاقة المباراة، التعادل يسيطر على نتيجة اللقاء. الهلال والمريخ على كأس السلام. صلاح عادل، استاد الجنينة دارن بولاية غرب دارفور. أمامية محمد كسرى، محاولة الإبعاد، بخيت خميس يكمل، وحاول أحمد آدم الاستحواذ ولكن مرت من أحمد آدم إلى خارج الملعب جانبية لصالح الهلال. عيد مقدم في تنفيذ التالية. عيد يمرر لصلاح عادل، الضغط من جانب وجد عوض. صلاح عادل ووجدي، تتلعب العيد مقدم، حاولة العكسية داخل منطقة الجزاء، مبعضة راسية من حمزة داود تعود لفارس عبد الله، محاولة المرور من التكت للخلف محمد المنذر. الطيب عبد الرازق، محاولة التمرير لعيد مقدم، راسية من عيد حمزة داود والإبعاد مباشرة إلى خارج الملعب جانبية للهلال. محمد المنذر، تتلعب من فارس، أمامية عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن ومحمد كسرى، فاصل من المراوغة، محمد ومحمد، يمر محمد عبد الرحمن يسدد في المرمى، وجرس كافيه يتألق وينقذ مرمى المريخ من إصابة حقيقية. جرس كافيه يتألق، وأيضا محمد عبد الرحمن قبل ذلك تألق، أجاد المراوغة والتسديد وأجاد جرس كافيه التصدي والإبعاد. كرة هلالية خطيرة، أخطر كرات المباراة حتى الآن. شوف محمد عبد الرحمن سدد كرة قوية، ولكن جرس كافيه كانت الزمان والمكان وأبعد الكرة ومرمى المريخ من أخطر كرات المباراة حتى الآن. محمد كسرى، وجد عوض، كسرى، عمار طيفور، والتمريرة الأمامية لرمضان، وخروج لأبو عشرين للمرة الثانية. هذه المرة لم يصطدم بوضاح وأبعد وضاح الكرة إلى خارج الملعب. بذات الطريقة اصطدم أبو عشرين بإيرينغ وتعرض إيرينغ للإصابة. لابد من لغة التفاهم ما بين مدافعي الهلال وحارس عبد الله علي أبو عشرين. هذه من بديهية الدفاع ما بين وحراس المرمى، لغة مشتركة يفهم فيها الجميع بعضه البعض للتصدي للكرات. عمار طيفور يعود للتاج يعقوب، التاج يمرر ناحية بخيت خميس، أحمد آدم بيبو، بخيت خميس من جديد يمرر كرة ناحية فارس، ويعود فارس لأبو عشرين. فارس عبد الله، محاولة المرور، يعود للشغيل الذي يشارك الآن كبديل لإيرينغ عبد الرؤوف، محاولة التمرير خلف الدفاع، خلص تعود لوليد بخيت، يخلص أحمد آدم، ومحاولة اللحاق بالكرة من جانب وليد بعد تباطؤ دفاع المريخ. وجد عوض يعود للواجب الدفاعي، وصافرة ومخالفة مقدم مع وجد عوض، وحكم المباراة يعطي الفريقين الآن وقت مستقطع لشرب الماء، ونحن
نقول لسعادة السلطان تاج الدين بحر الدين رئيس لجنة للنازحين أبناء السودان اجتمعوا اليوم وأمس الأول من ولاية وسط دارفور أبناء مدينة زالنجي قدموا بمنتخبهم لينازلوا وأبناء ولاية غرب دارفور وتحديدا أبناء مدينة الجنينة فرحتهم بالسلام والمصالحات والتعافي الذي بدأ في الجنينة وينادي به الجميع ليعم دارفور الحبيبة. ماذا تقول عن هذا الحضور الكبير لأبناء ولايات السودان ممثلين في الهلال والمريخ والقطاع الرياضي بصفة عامة وأبناء دارفور ممثلين في أبناء ولاية وسط دارفور؟ شكر للسودان كله اللي كان معانا اليوم وأمس ولمس، وشكر كثير لسعادة الفريق أول محمد حمدان دبلو جعل ممكن أن نكون نشوف الهلال والمريخ هنا، ونحن نفتكر بدينا بداية حقيقية للتعافي، وإن شاء الله من بكرة إن شاء الله تبدأ العودة الكريمة لكل أهلنا في كل ضروب المعسكرات وفي الغرة وحلال. وهنا نحن شاكرين لكل الحضور اليوم، ما من السودان بس، في ناس اليوم من منطقة أدري ومنطقة أبشي نفضت والحدود، لو ما انتم عارفين حقو تعرفوا انه الليله الناس جونا من تشاط، كل المتابع في الناس جونا ويتابع البث الفضائي، ناس جونا من بشي ومن ادري، هذا العمل الكبير بولايه امس ومن ولايه وسط دارفور ومن جنوب دارفور وبل من كل ولايه السودان يعني. فنحن ان شاء الله نفتكر تعافي بدا وتعزيز السلام بدا عندنا هنا من الجنينه، ان شاء الله يعم الامن والامان والسلام ولايات دارفور الحبيبه وكل ربوع الوطن العزيز. تتلعب الكره اماميه من حمزة داود، تعود لعمار طيفور، محمد رشيد، الضغط من عبد الرؤوف، يخلص عبد الرؤوف، يمرر لوليد بخيت ويخلص من جديد محمد الرشيد لصالح المريخ، يعود لمحمد كسرى، حمزة داود وجدي عوض، يعود لبخيت خميس، يعود لحمزة داود، وجدي عوض، محمد كسرى، كسرى محاولة تمرير لعمار طيفور والضغط من فارس ويبعد فارس الكرة إلى خارج الملعب جانبية، سريعا تتلعب لمحمد كسرى، يلعب الكرة الأمامية ناحية رمضان عجب وخروج لأبو عشرين، يخلص أبو عشرين، نصر الدين الشغيل، أحمد إبراهيم وضاح، محاولة تمرير تتخلص، تعود لوضاح من جديد، وضاح التكت، يخلص للمريخ، أحمد آدم بيبو، صلاح عادل راسية، محمد هاشم التكت من جديد، صلاح عادل يخلص، محمد الرشيد صافرة ومخالفة من محمد المنذر مع محمد الرشيد، احتكاك الأخير ما بين اللاعبين محمد الرشيد ومحمد المنذر نجم وسط فريق الهلال القادم من هلال التبلدي للفرقة الهلالية، الموسم الأول لمحمد المنذر مع الهلال. تتلعب من حمزة داود، محاولة راسية من رمضان والضغط من التكت، الطيب عبد الرازق، الطيب لمحمد المنذر، محاولة تمرير أمامية، فارس يخلص، محمد كسرى من أمام محمد عبد الرحمن، أكثر من مواجهة ثنائية ما بين محمد كسرى ومحمد عبد الرحمن، من إحداها تفوق محمد عبد الرحمن وكاد أن يصل إلى شباك المريخ لولا تألق الحارس جرس كافي الذي أبعد أخطر كرات المباراة حتى الآن، مخالفة لصالح الهلال مع عيد مقدم، صلاح عادل، أحمد إبراهيم وضاح، الشغيل يعود لعلي عبد الله أبو عشرين، الشغيل من جديد، يلعب الشغيل اليوم كقلب دفاع بديلا لأحمد إيرين بعد الإصابة،
شغيل لاعب كبير، لاعب صاحب إمكانيات كبيرة ومتعددة وخبرات كبيرة في وسط الملعب أو على مستوى خط الدفاع كمتوسط دفاع. أبو عشرين، الطيب عبد الرازق مر ناحية وليد بخيت، محاولة الانطلاقة من ناحية اليسرى، فارس عبد الله يبحث عن الزميل للتمرير، يجد محمد عبد الرحمن، وهي الكرة لعبد الرزاق، يسدد قوية عبد الرزاق يعقوب المعروف بعبد الرؤوف، مر خارج الملعب ركلة مرمى للمريخ. هي مقدمة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني، تقدم لأفضل حارس مرمى بالمباراة. هناك لجنة فنية ستقوم باختيار نجوم هذه المباراة من خلال الرصد والمتابعة، برئاسة الأستاذ الدخيري فضيل رئيس لجنة المدربين بالاتحاد السوداني لكرة القدم، والأستاذ طارق علي إدريس رئيس لجنة المدربين بالاتحاد المحلي لكرة القدم بالجنينة، والأستاذ طارق ضي النور عضو لجنة المدربين باتحاد الجنينة وهو مدير فني. جانبية مريخية نتلعب باتجاه محمد الرشيد، يعود لمحمد كسرى، تمر من كسرى إلى خارج الملعب. جانبية للهلال هذه المرة، فارس عبد الله، الطيب عبد الرازق، يعود لفارس، محمد المنذر، صلاح عادل، الضغط من عمار طيفور، صلاح عادل محاولة التمرير للأمام، تصل سهلة لجرس كافي، جرس كافي يلعب الأمامية لرمضان عجب، ومحاولة الراسية، نعم من الشغير راسية، فارس، الضغط من التكت، فارس عبد الله، يعود لي الطيب عبد الرازق، لصلاح عادل، للطيب لصلاح عادل، صلاح عادل، تتلعب الكرة ناحية أحمد إبراهيم وضاح، محاولة تمرير للأمام في اتجاه عيد مقدم، فرصة هلالية، عيد يبحث عن المساحة للعب الكرة العرضية، عيد مقدم وبخيت يمرر عيد، تعود راسية من عمار طيفور، أحمد آدم بيبو، وإبعاد للكرة ناحية وضاح، تمر إلى خارج الملعب. جانبية للهلال، وضاح بيبو راسية، يخلص وجدي، صافرة ومخالفة من وجدي عوض مع محمد المنذر، الكرة الأخيرة تتلعب المخالفة، طيب عبد الرازق يمرر لفارس، فارس عبد الله، عبد الرزاق يعقوب، عبد الرؤوف، تتلعب لصلاح عادل، محاولة الانطلاق، فارس يخلص، وصافرة ومخالفة من صلاح عادل مع التاج يعقوب، تتلعب في اتجاه وجد عوض، 32 دقيقة مرت من عمر الشوط الأول، تتخلص الكرة الآن، عيد مقدم، محاولة المرور، الضغط من عمار طيفور، تتخلص لصالح المريخ هذه المرة، تتلعب من التكت، كرة أمامية، خروج لأبو عشرين، و يترك الكرة أبو عشرين، والضغط من وجد عوض، أبو عشرين يترك الكرة تمر إلى خارج الملعب، ركلة مرمى للهلال. طيب عبد الرازق، تمر الكرة، محمد عبد الرحمن يترك الكرة، تجد عبد الرؤوف، تعود مريخية، محمد كسرى يعود للخلف، يمرر في اتجاه حمزة داود، يعود لجرس كافي، جرس يمرر للتاج يعقوب، التاج يلعب ناحية بخيت خميس لوجدي عوض، الضغط على وجدي، تتلعب للتاج يعقوب، التاج تتلعب الكرة لجرس كافي،
جرس محاولة المرور يخلص محمد عبد الرحمن والعكسية خطيرة وتمر من الجميع. حفوة كبيرة من جرس كافيه كاد أن يدفع المريخ ثمنها غاليا أمام من محمد عبد الرحمن. الآن محاولة انطلاق من محمد الرشيد وصافة من فارس عبد الله مع محمد الرشيد. محمد الرشيد على الأرض. سلامات كابتن محمد الرشيد. سرنا مجهودات محمد أحمد سعيد إيرينغ بعامل الإصابة الدقائق الأولى للمباراة إثر احتكاكه واصطدامه بزميله أبو عشرين. لا نريد أي إصابة لأحد من لاعبي الفرقتين. نلعب في أجواء الوئام والسلام والمحبة. نعم للتنافس ولكن بقدر المستطاع لا نريد أن نفقد أي من اللاعبين بعامل الإصابة. كسرى يعود لمحمد الرشيد لمحمد كسرى. محاولة المرور تتخلص من محمد كسرى تعود من جديد محمد الرشيد. صافرة ومخالفة ومخالفة لصالح الهلال. شغيل مخالفة لصالح الهلال للتنفيذ نصر الدين الشغيل. الكرة الأخيرة لمحمد عبد الرحمن مع جرس كافي. أحمد إبراهيم وضاح يلعب كرة أمامية ناحية فارس. محاولة الراسية كرة وبذات الطريقة مرت من فارس إلى خارج الملعب. إبعاد وتشتيت للكرة كان من وضاح. محمد الرشيد محاولة المرور صافرة ومخالفة من محمد الرشيد مع الطيب عبد الرازق. شوف انطلاقة محمد الرشيد الأخيرة. أشار فضل الكريم محمد إلى مخالفة لصالح الهلال ومحمد الرشيد على الأرض ربما يعاني من الإصابة. سلامات كابتن محمد الرشيد. وروح الرياضة موجودة في ملعب المباراة. نصر الدين الشغيل يستدعي أو يطلب من رجال الإسعاف بعد السماح حكم المباراة بالتأكيد بدخول رجال الإسعاف وبفريق المريخ. أيضا العديد من الفرق المسرحية والدرامية كانت موجودة. شهد الأستاذ محمد المهدي الفادني وأيضا فرقة الأستاذ والممثل القدير عبد الله عبد السلام الشهير بفضيل. أيضا قدموا عروض مسرحية وبعض هنا بمسرح استاد مدينة الجنينة. أيضا الشاعر البطانة أيضا كان موجودا في الأمسية الثقافية أمس باستاد الجنينة. محمد الرشيد يتلقى الإسعافات خارج ملعب المباراة ويستأنف اللعب الآن بجانبية تعود من وجد عوض إلى عبد الله علي عبد الله أبو عشرين. وبداية الهجمة الهلالية عن طريق محمد المنذر. تتلعب لعبد الرؤوف والتمريرة الأمامية خلف الدفاع لفارس وعودة التكت. تبعد الكرة إلى خارج الملعب جانبية لصالح الهلال. نلعب على بعد دقيقتين تقريبا من نهاية الشوط الأول. وحتى الآن التعادل سيطر على نتيجة المباراة. صلاح عادل يبحث عن المساحة للمرور. عبد الرؤوف يمرر لمحمد المنذر. محمد المنذر تتلعب لعبد الرؤوف من فارس عودة لفارس والعكسية داخل منطقة الجزاء. وعيد مقدم يهيئ الكرة لمحمد ويسدد ولكن بعيدة كرة محمد المنذر مرت إلى خارج الملعب. عيد مقدم هيئ كرة أمام منطقة الجزاء لأحد الغادمين من الخلف للتسديد ولكن محمد المنذر لم يتعامل مع الكرة بالطريقة التي تعطيه أفضلية التقدم. ونحن نلعب دقيقة ربما من نهاية الشوط الأول والنتيجة هي التعادل بدون أهداف. شوف محمد المنذر للتسديد ولكن كرة بعيدة. تتلعب الكرة أمامية تصل سهلة لأبو عشرين.
الطيب عبد الرازق، محمد كسرى، التاج يعقوب، تتلعب ناحية محمد الرشيد، محاولة مرور صافرة ومخالفة، مخالفة من صلاح عادل مع محمد الرشيد، الكرة الأخيرة والتدخل كان من صلاح عادل لاعب الوسط المدافع بصفوف الهلال مع محمد الرشيد. مخالفة لصالح المريخ، وجد عوض أمام الكرة، ربما تكون آخر كرات الشوط الأول من نصيب فريق المريخ. أحمد آدم بيبو في تنفيذ المخالفة المريخية، أحمد آدم بيبو، و دقيقتين وقت محتسب بدل ضايع من عمر الشوط الأول يحتسبها الحكم في ظل فضل الكريم. الآن المخالف أحمد آدم يسدد كرة قوية، يخلص أبو عشرين بصعوبة كبيرة إلى خارج الملعب، ركنية للمريخ. كرة قوية كانت من أحمد آدم بيبو، وربما تكون الكرة المريخية الوحيدة في شوط المباراة الأول المصوبة على المرمى الهلالي، بجانب كرة وحيدة أيضا لمحمد عبد الرحمن صوبها وعلى مرمى جرس كافيل اللي تألق في إبعاد الكرة. ركنية بيبو، أحمد آدم، حمزة داود موجود داخل منطقة الجزاء، تتلعب العكسية، مبعد راسية من وليد بخيت إلى خارج الملعب، تتحول جانبية لصالح فريق المريخ. محمد هاشم التكت في تنفيذ الجانبية المرمية، تتلعب وجد عوض راسية، تجد نصر الدين الشغيل يبعد مرة أخرى إلى خارج الملعب. وفي ذات الأثناء أحبائي الكرام مشاهدين الأعزاء، من مدينة الجنينة يعلن حكم المباراة فضل الكريم محمد عن انتهاء الشوط الأول للقاء الهلال والمريخ على كأس السلام وكأس المحبة وكأس الوئام وكأس التعافي هنا بولاية غرب دارفور بحاضرتها مدينة الجنينة. انتهى الشوط الأول بالتعادل، إذن هذه استراحة قصيرة ثم نعود أحبائي الكرام ونواصل الوصف والتعليق على أحداث ومجريات الشوط الثاني. نكمل بعد المواقف هذا الملعب الجميل وان شاء الله يعني نمشي الرياضه، والرياضه حقيقه جسر للمحبه وجسر للتعافي. نعم الرياضه جسر للمحبه ورساله سلام ووئام هي الرياضه. اذا كره القدم تحمل ذات المضامين وتحمل ذات العناوين، ونتمنى ان يسود الامن والامان والسلام والاطمئنان ربوع وطننا الحبيب، ولا سيما ولايات دارفور الكبرى بولاياتها الخمس. مباشره احبائي الكرام نعود ونواصل معكم الوصف والتعليق على احداث ومجريات لقاء
القمة الهلال والمريخ، المريخ والهلال على كأس السلام بحاضرة ولاية غرب دارفور مدينة الجنينة. المباراة انطلقت في شوطها الثاني بصافرة الحكم فضيل محمد، والفريقان عادا إلى ملعب المباراة بذات التشكيل الذي أنهيا عليه شوط المباراة الأول. الهلال يلعب بعبد الله علي، أبو عشرين في المرمى، نصر الدين الشغيل والطيب عبد الرازق وأحمد إبراهيم والضاح، ثلاثي خط ظهر على اليمين أعيد مقدم على اليسار فارس عبد الله، وسط الملعب به صلاح عادل ومحمد المنذر وعبد الرؤوف يعقوب ووليد بخيت ومحمد عبد الرحمن في المقدمة الهجومية. في المقابل عاد المريخ إلى ملعب المباراة بجرس كافيه في حراسة المرمى، محمد كسر على اليمين، أحمد آدم بيبو على اليسار، حمزة داود وبخيت خميس متوسطي دفاع، وسط الملعب يلعب فيه الخماسي وجد عوض ومحمد هاشم التكت، عمار طيفور التاج يعقوب ومحمد الرشيد، ويلعب في المقدمة الهجومية القائد رمضان عجب. إذن بخيت خميس الآن يخلص ويبعد الكرة إلى خارج الملعب جانبية لصالح الهلال. سريعا عيد مقدم يمر لبخيت خميس ومحاولة المرور والضغط من جانب بخيت، مرت الكرة إلى خارج الملعب من وليد بخيت، وليد الشعلة تحولت إلى جانبية لصالح المريخ، والعديد من التكريمات الآن بمقصورة المباراة بمقصورة ملعب المباراة من جانب العديد من المؤسسات. رمضان عجب استحواذ على الكرة ومحاولة الانطلاق، الضغط على رمضان من نصر الدين الشغيل، تتلعب للتاج يعقوب ومحاولة المرور من صلاح عادل، يخلص صلاح عادل، صلاح عادل و سقوط للاعب التاج يعقوب، وصلاح عادل يمرر الكرة إلى خارج الملعب لإتاحة الفرصة لإزعاف اللاعب التاج يعقوب. وشاهدنا في الشوط الأول إصابة كانت مؤثرة للاعب محمد أحمد سعيد إيرينغ إثر اصطدامه بأبو عشرين، إصابة عضلية تحول بموجبها إلى مقاعد البدلاء ليشارك بديلا عنه نصر الدين الشغيل، ونتمنى السلامة لجميع اللاعبين. كما ذكرت في شوط المباراة الأول نحن نلعب في خواتيم الموسم الرياضي، بالتأكيد مجهود بدني كبير بذل من قبل اللاعبين ومجهود كبير أيضا بذل على مستوى التنافس المحلي والخارجي، خاصة لفرقتي الهلال والمريخ اللذان مثلا السودان في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فبالتالي كان الحمل كبير وكان الضغط كبير على لاعبي الفرقتين، لذلك نشاهد العديد من الإصابات العضلية. وعلى الصورة الكابتن خالد بخيت المدير الفني لفريق الهلال وهو يتابع ويراقب مجريات المباراة والتي لا بد فيها من فائز، إذا انتهت بالتعادل سيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الذي سيحصل على كأس السلام هنا بمدينة الجنينة. سلام دارفور الذي بدأت فيه التعافي من هنا من مدينة الجنينة، دارفور تتعافى من الجنينة هو الشعار الذي يسود هذه الأيام بولاية غرب دارفور وبحاضرتها الجنينة. محمد عبد الرحمن محاولة المرور، صلاح عادل يخلص وجدي، تعود مريخية من جديد، تصل ناحية محمد الرشيد وانطلاقة لرمضان لوجدي، ووجد محاولة المرور ولكن تتخلص من نصر الدين الشغيل، فريق المريخ ومحمد المنذر يلعب الكرة الأمامية، يخلص محمد كسرة، تعود للتكت، يلعب الكرة ناحية محمد الرشيد للتكت، ومحاولة المرور من الطيب عبد الرازق، الضغط على الطيب من التكت وصافرة ومخالفة من محمد هاشم التكت ومن محمد هاشم مع الطيب عبد الرازق. الكرة الأخيرة والمساعد الأول الدولي عبد الجبار محمد هو من أشار إلى وجود مخالفة لصالح الهلال، الطيب عبد الرازق. وعلى المقصورة الآن المريخ يكرم بعثة فريق المريخ، تكرم بعثة فريق الهلال، وأيضا تكريم من جانب نادي المريخ للاتحاد السوداني لكرة القدم، والعديد من التكريمات كما ذكرت الآن تجرى بمقصورة استاد الجنينة. فارس عبد الله يمرر الكرة ناحية نصر الدين الشغيل، تصل لعلي عبد الله أبو عشرين، يلعب الكرة الأمامية لمحمد عبد الرحمن، عبد الرؤوف محمد عبد الرحمن
يخلص التاج يعقوب عمار طيفور عمار يمرر لمحمد كسرى ومحمد كسرى يلعب الكرة الأمامية الطيب عبد الرازق يمرر لأحمد إبراهيم وضاح نصر الدين الشغيل راسية من أحمد آدم بيبو ناحية وجدي عوض ومحمد المنذر وجدي محاولة المرور وجدي عوض وجدي عوض فاصل من المراوغة يخلص وضاح أحمد إبراهيم وضاح وصافرة ومخالفة من وضاح صافرة ومخالفة لصالح المريخ يكرم قائد الفرقة 15 مشاة في هذه اللحظة فريق الهلال يكرم نادي هلال الجنينة إذن أيضا نادي الهلال يقدم العديد من التكريمات لنادي هلال الجنينة والاتحاد المحلي بمدينة الجنينة وأيضا للاتحاد السوداني و للعديد من الشخصيات ومن المؤسسات فريق مخالفة الآن المهرجان الرياضي أحمد آدم بيبو يلعب الكرة العكسية راسية من صلاح عادل المبعدة إلى خارج الملعب جانبية لصالح المريخ محمد كسرى تنفيذ الجانبية للمريخ فتلعب من محمد كسرى داخل منطقة الجزاء راسية ومحاولة الراسية من رمضان عجب ولكن تصل لأبو عشرين فتلعب الكرة أمامية لمحمد عبد الرحمن والضغط من بخيت يلعب الكرة الخلفية يخلص التاج يعقوب التاج يمرر في اتجاه بخيت خميس يلعب بخيت الكرة الأمامية تجد أحمد إبراهيم وضاح وضاح يعود بالكرة إلى بخيت مراسلات ما بين بخيت ووضاح مرت الكرة إلى خارج الملعب ركلة مرمى لصالح المريخ نشر ثقافة السلام تعني أن يشيع في وسط المجتمع النمط والسلوك الحياتي المتوافق مع الأمن والطمأنينة وعدم الاقتتال وتهديد الحياة العامة وتهديد الحياة الاقتصادية والسلام هو مطلب لكل البشرية حتى أمنا واستقرارا صلاح عادل على الأرض سلامات كابتن صلاح عادل لاعب وسط فريق الهلال المقصورة الرئيسية لاستاد مدينة الجنينة والحضور الكبير الرسمي ممثل في السيد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو والسيد الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة والأستاذ الطاهر أبو بكر حجر عضو مجلس السيادة والسيد والي غرب دارفور القائد خميس البكر والأستاذ جرهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام والأستاذة هزار عبد الرسول وزيرة الشباب والرياضة وعدد من قيادات العمل التنفيذي بالدولة وبالإقليم وبالولاية وقادة العمل الرياضي بالجنينة وبالاتحاد السوداني لكرة القدم هم جميعهم حضور على المقصورة الرئيسية وحضورا لمهرجان السلام والتعايش السلمي بقرب دارفور منذ أمس الأول وضاح يمرر أمامية لمحمد عبد الرحمن تتخلص تصل ناحية محمد الرشيد يبعد الطيب عبد الرازق لعبد الرؤوف ومحاولة الانطلاق والضغط من عمار طيفور يخلص عمار تصل الكرة للتاج يعقوب تتمرر للتكت تعود راسية من محمد عبد الرحمن تصل لصلاح عادل صلاح عادل يمرر لفارس محاولة العكسية خطيرة أحمد آدم بيبو يخلص عيد مقدم الضغط من بيبو يخلص عيد محاولة التمرير عمار طيفور يخلص لصالح المريخ ومرت الكرة من عمار طيفور إلى خارج الملعب جانبية أيضا عضو مجلس السيادة الدكتور أيضا جامعة الجنينة تقدم العديد من التكريمات على المقصورة الرئيسية شملت السادة أعضاء مجلس السيادة واللجنة العليا لمهرجان السلام والتعايش السلمي
والمؤسسات الرياضية الاتحادية والولائية. عبد الرؤوف محاولة مرور صافرة ومخالفة مع عبد الرؤوف يعقوب لصالح الهلال. مخالفة هلالية. 10 دقائق مرت من انطلاقة الشوط الثاني والتعادل سيطر على نتيجة المباراة. والمخالفة الأخيرة من عمار طيفور مع عبد الرؤوف. فارس عبد الله الظهير الايسر للهلال في تنفيذ المخالفه الهلاليه. نصر الدين الشغيل واحمد ابراهيم وضاح صلاح عادل اصحاب الطول الفارع والضربات الراسيه المحكمه الان داخل منطقه جزاء المريخ. ايضا عوده رمضان عجب وعمار طيفور وحمزه داوود والتزاحم والتدافع داخل منطقه الجزاء. والحديث من جانب حكم المباراة فضيل محمد مع كسرى وأحمد إبراهيم وضاح. تتلعب المخالفة داخل منطقة الجزاء. يخلص جرس كافي حارس مرمى المريخ. جرس كافي الحارس الاحتياط لمحمد المصطفى الموجود على مقاعد البدلاء. رمضان راسية يمرر للتكت. الضغط على التكت. صافرة ومخالفة مع التكت من محمد المنذر نجم وسط فريق الهلال. النائب يكرم فريق المريخ. الآن تكريم في المقصورة الرئيسية. الكرة الأخيرة لجرس كافي والاستحواذ. تكريم في المقصورة الرئيسية من السيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة لفريق المريخ ولفريق الهلال. محمد المنذر يخلص. التاج يعقوب. التاج يمرر لمحمد الرشيد. يعود للخلف لحمزة داود. يمرر ناحية بخيت خميس ووجدي عوض. وجدي بخيت خميس من جديد. السيد النائب يكرم الاتحاد. لعمار طيفور تصل لمحمد الرشيد. يمرر لرمضان عجب خطير الطيب عبد الرازق ورمضان. الضغط من جانب رمضان. وضح محاولة الخلفية وتصل سهلة لعلي عبد الله أبو عشرين. أبو عشرين يلعب كرة أمامية ناحية وليد بخيت. مبعضة بالرأس من بخيت خميس. جانبية صلاح عادل. محاولة تمرير تصل للتاج يعقوب. عمار طيفور يلعب الكرة الأمامية لرمضان عجب. انطلاقة لرمضان وخروج لأبو عشرين. رمضان وأبو عشرين يخلص رمضان. خطيرة مريخية. رمضان عجب ويلعب في المرمى ولكن قبل ذلك وجود صافرة ومخالفة من رمضان عجب مع أبو عشرين. صافرة ومخالفة من رمضان مع أبو عشرين. الطيب عبد الرازق يمرر ناحية صلاح عادل. صلاح عادل محاولة تمرير لفارس. فارس عبد الله ومحمد كسرى. فارس يمرر الكرة أمام منطقة الجزاء. الضغط من وجدي عوض. تصل مرة أخرى لفارس والعكسية من فارس خطيرة داخل منطقة جزاء المريخ. يبعد أحمد آدم بيبو راسية تمر إلى خارج الملعب. جانبية لصالح الهلال. شوف الكرة الأخيرة. رمضان عجب استحوذ على الكرة. سنتابع هل هنالك مخالفة أم لا. حكم المباراة ربما احتسب لمسة يد على رمضان عجب. محاولة المرور تتخلص من أمام عبد الرؤوف. إبعاد من حمزة داود. تعود لمحمد المنذر من جديد. يمرر لصلاح عادل وصلاح عادل يمرر لفارس. فارس محاولة المرور تتخلص لصالح المريخ. محمد الرشيد يلعب الكرة في اتجاه عمار طيفور. صعود لوجد عوض يخلص عبد الرؤوف. تتلعب الكرة في اتجاه رمضان والطيب عبد الرازق بمبدأ السلامة يمرر الكرة إلى خارج الملعب. رمضان عجب على الصورة. تتلعب من رمضان للتكت. محمد هاشم. محمد هاشم التكت. ولكن السودان طيب عبد الرازق ابعد الكره الى خارج الملعب. المريخ ربما يجري تبديل. اللاعب سليمان زكريا يتاهب للمشاركه. جانبيه للمريخ. محمد هاشم التكت يمرر في اتجاه وجدي.
وتصل سهلة للحارس أبو عشرين. السياسة وأيضا التوجهات الدينية، يبقى التسامح والمحبة في كرة القدم من خلال هذا الملعب وهذا المستطيل الأخضر. تلعب الكرة لمحمد الرشيد، تصل ناحية عمار طيفور وحاول التمرير ولكن التمرير خاطئ، الشغيل يخلص، تصل الكرة ناحية صلاح عادل، ظافر مخالفة مع صلاح عادل. مساعد أول الدولي عبد الجبار محمد عبد الجبار، ومساعد ثاني أيضا الدولي معاذ محمد توم، وأيضا أيضا الحكم الرابع محمد عبدو، فيما مقيم الحكام هو الخبير بدر الدين عبد القادر، ومراقب المباراة ومقرر لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني دكتور علي محمود، وهو تتلعب الكرة الآن لقوة الدعم السريع صلاح عادل أو بخيت خبيث راسية، التحية والسجلة تتلعب في اتجاه رمضان عجب ونصر الدين الشغيل، الضغط من جانب من رمضان أبو عشرين. جميل الشعب، تتلعب الكرة أمامية، تصل ناحية أحمد آدم بيبو، تعود لمحمد المنذر، محمد المنذر محاولة التمرير، تصل للطيب عبد الرازق، الطيب عبد الرازق يلعب الكرة الأمامية، محمد كسرى يخلص، ومحمد المنذر من جديد يمرر في اتجاه عبد الرؤوف يعقوب، وعبد الرؤوف يمرر لأحمد إبراهيم وضاح، وأحمد إبراهيم وضاح تصل لصلاح عادل لمحمد المنذر، محمد المنذر للطيب عبد الرازق. رعاية كريمة من الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة لإسناد السلام والتعايش والتنمية والتعافي والتلاقي داخل مدينة الجنينة حاضرة الولاية. تبديل الآن في صفوف المريخ، سليمان زكريا يتأهب للمشاركة بديلا لمن ربما محمد الرشيد الذي يبدو يعاني من إصابة على مستوى اليد اليمنى وربما لاعب آخر. نعم محمد الرشيد إذن هو من سيغادر ملعب المباراة، وصورة من أعلى بطائرة الدرون توضح ملامح مدينة الجنينة، دار أندوكا ملعب المباراة ووادي كجر، أبرز معالم هذه المدينة الرائعة، والصورة ربما تكون خير واصف للمنظر الجميل والرائع. التكت محاولة المرور، مرور ناجح لمحمد هاشم، يمر ناحية البديل سليمان زكريا، يعود للتكت، تتلعب الكرة في اتجاه حمزة داود، تصل ناحية بخيت خميس، محاولة التمرير لأحمد آدم بيبو والضغط من بيبو، ومرت الكرة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى للهلال. فارس عبد الله على الصورة، لقطة أخرى بزاوية أخرى توضح معالم دار أندوكا، وأندوكا هو لقب للسلطان محمد بحر الدين، دار أندوكا هي دار السلطان، هذا هو المعنى لاسم دار أندوكا، وأندوكا هو اللغب لسلطان المنطقة ولسلطان دار مساليد السلطان محمد بحر الدين، أحد الرموز التاريخية بولاية غرب دارفور وبإقليم دارفور وبالسودان. تتلعب الكرة أمامية ناحية عيد مقدم، ومحاولة الانطلاق والضغط من أحمد آدم بيبو، وعيد مقدم يخلص بيبو، مرت الكرة إلى خارج الملعب، تتلعب سريعا عمار طيفور، ضغط من عبد الرؤوف يخلص عمار، صافرة ومخالفة من عمار مع عبد الرؤوف، مخالفة لصالح الهلال، مخالفة هلالية الآن. حتى تخرج اللاعب فارس عبد الله في تنفيذ المخالفه، صعود لنصر الدين الشغيل ووضح كالعاده، ايضا صلاح عادل موجود، بخيت خميس، وعيد مقدم داخل منطقه جزاء المريخ بجانب الغايه محمد عبد الرحمن، الهلال يبحث عن هدف التقدم، فارس عبد الله في تنفيذ المخالفه، تتلعب داخل منطقه الجزاء، مبعثره راسيه من محمد كسرى، وجرس كافي من اعلى نقطه يخلص.
الفريق وسريعا بداية الهجمة تتلعب للتكت يمر ناحية رمضان عجب وانطلاق للاعب التكت تتلعب في اتجاه محمد هاشم وعودة فارس حمد الكرة مرت إلى خارج الملعب جانب من الحضور الجماهيري على المدرجات تحديدا المدرجات الشمالية أو المدرجات الجنوبية على يمين مقصورة استاد الجنينة الرئيسية التي تضم ويحتشد فيها الجمهور المؤازر للفرقة المريخية بالمقابل الاتجاه الآخر أيضا به الجماهير الهلالية تكرم السيد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني وكذلك تكرم جانبية لصالح المريخ بقيت خميس بتنفيذ الكرة الجانبية شركة السوداني للاتصالات أيضا تكرم نادي فريق الهلال وكذلك نادي المريخ تتلعب الكرة داخل منطقة الجزاء نصر الدين الشغيل يمرر ولكن قبل ذلك كانت هنالك صافرة تشير إلى وجود مخالفة مع اللاعب صلاح عادل مدينة الجنينة هي كانت في الأصل منتجع للسلطان يقضي فيه بعض الأوقات طوال العام وكانت العاصمة في دارجيل عاصمة السلطنة تتلعب الآن كرة لوجدي نعود إلى الجنينة دارجيل كانت هي عاصمة السلطان وتم نقل العاصمة من دارجيل إلى مدينة الجنينة في الفترة من العام 1902 للعام 1915 وذلك بسبب موجة الجفاف التي ضربت منطقة دارجيل وتحول الجميع بأمر من السلطان إلى منطقة الجنينة أو إلى المنتجع الخاص بالسلطان ونادى الجميع ليكونوا حضورا معه في هذا المكان وبدأت مدينة الجنينة تتأسس حتى صارت على ما هي عليه الآن محمد هاشم التكت سليمان زكريا القادم إلى المريخ من فريق حي العرب بورسودان مرت الكرة إلى خارج الملعب حمزة داود حمزة أو وجدي يمرر في اتجاه التكت محمد هاشم يمرر كرة أمامية لرمضان يخلص تعود لسليمان زكريا سليمان يعود للخلف للتاج يعقوب يا رمضان عجب رمضان سليمان زكريا ومخالفة مع سليمان مخالفة مع سليمان زكريا من قبل صلاح عادل الكرة الأخيرة والتدافع بين اللاعبين الدفع كان بين صلاح عادل حسب شارة حكم المباراة فضل الكريم محمد التكت في تنفيذ المخالفة المريخية أيضا صعود لحمزة داود بجانب بخيت خميس رمضان عجب داخل المنطقة تتلعب العكسية وفي المرمى مباشرة ومرت إلى خارج الملعب خادعة كانت كرة محمد هاشم التكت وفي ظل متابعة تعالي عبد الله أبو عشرين فاصل أو وقت مستقطع من قبل حكم المباراة لتناول القليل من جرعات الماء وفي هذا الوقت المستقطع أيضا نحاول تسليط الضوء على بعض النقاط الهامة في عملية الأمن والسلام والتعافي بولاية غرب دارفور وبمعية السلطان بحر الدين السلطان تاج الدين بحر الدين مرحبا بك مجددا ونحن ننقل هذا الحدث الكبير وننقل هذا المهرجان الثقافي والرياضي الكبير الذي انطلق منذ أمس الأول بدار اندوكا حاضرة الولاية مدينة الجنينة وهذا اللقب الذي يطلق دائما كما ذكرت هو لقب للسلطان محمد بحر الدين سميت به المدينة دار أندوكا لقبا لمدينة الجنينة حقيقة السلطان كان يتحرك من درجيري للجنينة بيقول السلطان ماشي وين السلطان ماشي الجنينة فاصبحت هذه الجنينة الجميلة التعافي بدأ والتعزيز السلام الاجتماعي بدأ وكل القبائل وكل الناس ماشي في السلام ونحن ماشيين في الاتجاه السليم وإن شاء الله من بكرة إن شاء الله
كل النازحين وكل اللاجئين يعودوا إلى مراكزهم. السلام لهذه المنطقة الجميلة. نتمنى ذلك أن يعود الجميع إلى مناطقه وأن يعود الأمن والسلام والاطمئنان لربوع السودان ولكل أرض دارفور الحبيبة ولأهلنا الكرام بالنيل الأزرق وبجنوب كردفان. هذا هو مطلب جميع أهل السودان، أن تعيش أرض السودان أمنا وسلاما ورخاء واطمئنانا على الدوام. استأنف اللعب الآن بركلة مرمى هلالية تتلعب من أبو عشرين وأمامية من الشغيل، بخيت خميس، أحمد آدم يمر ناحية التكت، محمد هاشم، سليمان، التاج يعقوب، تتخلص من التاج، تعود هلالية، تصل للمريخ من جديد، عمار طيفور، وجد عوض، محاولة مرور صافرة ومخالفة من وضاح مع اللاعب وجد عوض، حديث من حكم المباراة فضل الكريم محمد مع أحمد إبراهيم وضاح. ربما إذا تكررت هذه المباراة نشاهد البطاقة الصفراء. تتلعب الكرة ناحية سليمان، يهيئ الكرة لوجدي أو للتكت، تتلعب لرمضان، خطيرة من رمضان، راسية الله يصاب، 20 كرة خطيرة جدا كانت من رمضان، عجب. تتلعب سريعا من أبو 20، محمد المنذر يمر لمحمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن يعود لصلاح عادل، الضغط من التكت، تتخلص من صلاح، يخلص محمد عبد الرحمن، تصل لعبد الرؤوف، تتهيأ على الناحية اليمنى لعيد مقدم، كرة خطيرة هلالية، محاولة العكسية، فاصل من المراوغة، تتعكس داخل منطقة الجزاء، راسية بتمر من محمد عبد الرحمن، تجد صلاح عادل من جديد عيد مقدم، يلعب الكرة ناحية عبد الرؤوف، محاولة العكسية، الضغط من عمار طيفور، أحمد آدم لعمار طيفور، تصل الكرة ناحية من وجدي، وجدي عوض، محاولة المرور، صلاح عادل يقفل جميع المنافس، فاصل من المراوغة، مرور ناجح وتتخلص من وجدي عوض، صلاح عادل تصل الكرة ناحية أحمد إبراهيم وضاح، وضاح محاولة تمرير للأمام، أحمد آدم بيبو راسية لعمار طيفور، يخلص صلاح عادل، صلاح عادل لاعب يعني في وسط ملعب الهلال يقطع كل الكرات العالية، رمضان عجب يمر ناحية التكت، محمد هاشم ومحاولة المرور، محمد هاشم يمر لرمضان، خطير يسدد رمضان، وسط ضربة جول، جول محمد هاشم التكت، محمد هاشم التكت يطلق كرة قصية من على خط المرمى، يعلن عن مولد أول أهداف المباراة وعن مولد فرحة جماهيرية كبيرة على مدرجات استاد الجنينة بعد كرة لعب رمضان عجب، استددت في المرمى قوية، حاول أبو 20 إبعاد الكرة، وشوف الكرة اتلعبت من التكت، قائد الهجمة رمضان عجب، تقدم الخطوة الأولى، سدد في الثانية، أبعد أبو 20، تابع اللاعب التكت، وضع الكرة في المرمى، هدف مريخي أول في الدقيقة 28 من عمر الشوط الثاني، ينجح اللاعب محمد هاشم التكت من افتتاح التسجيل للمريخ. صلاح عادل يمرر لعبد الرؤوف وسط الملعب، محاولة تمريره خلف أحمد آدم بيبو ناحية عيد، أو نعم عيد مقدم، مرت الكرة إلى خارج الملعب، اعتدنا أن نشاهد في هذا المكان مثل هذه الانتقالات الانطلاقات، اللاعب الخايف عن المشاركة اليوم لفرحه أيضا، فرح آخر هنا، فرح في الجنينة بعياد السلام، وفرح آخر هناك بمدينة شندي تحديدا بقرية مويس مع النجم العريس ياسر مزمل. من هنا نرسل التحايا والتبريكات لياسر مويس بمناسبة الزواج. الآن رمضان عجب وخروج لأبو 20 والضغط من رمضان وأبو 20، رمضان وأبو 20، صافرة ومخالفة من رمضان مع عبد الله علي أبو 20. مبارك إن شاء الله ياسر مويس، ياسر مزمل نجم الهلال العريس هذه الأيام، والجماهير المريخية ها هي تطلق الشماريخ وهي فرحة وسعيدة
بهدف التقدم لنجمها محمد هاشم التكت. سليمان زكريا يلعب الكرة الأمامية، ظهور لوجد عوض والشغيل من على نقطة الشغيل يخلص، السمان الصاوي يتأهب للمشاركة، صافرة ومخالفة لصالح الهلال مع عبد الرؤوف يعقوب. صلاح عادل وأحمد إبراهيم وضاح، محاولة المرور من جانب وضاح، وضاح خطير الهلالية يخلص الحارس جرس كافي، الاختراق والتقدم والمرور الناجح ويصل حتى مرمى الحارس جرس كافي. ايضا الهلال سيجري تبديلين، شوف كرة وضاح حاول التسديد وحاول محمد عبد الرحمن المتابعة، صلاح عادل، محمد المنذر، محاولة تمرير للامام ناحية عيد مقدم، ظهور لبخيت خميس يخلص بخيت الى خارج الملعب جانبيا للهلال. الان تبديل في صفوف المريخ، سنتابع من هو اللاعب الخارج، من سيغادر ملعب المباراة. وجدي عوض فيما يبدو، نعم وجدي عوض، وجدي هندسة، وجدي عوض كبك، لاعب فريق الخرطوم الوطني السابق ابن حي ام درمان حي البسطى الارسالية. وجدي عوض يغادر ملعب المباراة، أعرق أحياء مدينة أم درمان على الإطلاق الحي الذي قدم منه وجد عوض. الآن يخرج محمد هاشم التكت ويبقى المدرب على وجد عوض، إذا صاحب هدف المباراة يبقى بالملعب. خروج لعيد مقدم، عيد مقدم من جانب الهلال يخرج ويشارك موفق صديق بجانب عثمان مختار. موفق صديق سيلعب لاعب طرف أيمن، بينما سيلعب عثمان مختار في وسط ملعب المباراة. إذا خرج يا محمد المنذر، محمد المنذر ترك المكان لعثمان مختار. محمد مختار الآن أول لاعب عثمان مختار. محمد مختار هو بشة لاعب فريق الهلال السابق والمريخ الحالي، هذا هو عثمان مختار لاعب فريق شباب الهلال الذي تم تصعيده للفريق الأول، تلقبه جماهير الهلال الذي تابعته منذ فريق الشباب بعثمان ميسي. مخالفة لصالح الهلال، عبد الرؤوف يعقوب في تنفيذ المخالفة. 32 دقيقة، المريخ تقدم بهدف للتكت في الدقيقة 28، الهلال يبحث عن هدف لمعادلة النتيجة. يلعب عبد الرؤوف كرة داخل منطقة الجزاء، جرس كافي خارج المرمى، تتلعب راسية من بيبو، تصل ناحية وجدي عوض، وجدي محاولة استحواذ مرت من وجدي إلى خارج لصالح المريخ. جانبية مريخية، بخيت خميس يلعب ناحية عمار طيفور، التاج يعقوب يخلص للسمان الصاوي لعمار طيفور، يخلص موفق صديق لصالح الهلال اللاعب البديل. موفق صديق تصل في وسط الملعب، وجد عوض يمر للسمان الصاوي، محاولة المرور يخلص عبد الرؤوف يعقوب، الضغط من السماني تعود لصلاح عادل، تصل للطيب عبد الرازق، فارس عبد الله، الطيب عبد الرازق من جديد يمر ناحية أحمد إبراهيم وضاح. السلام وضاح اللاعب لمحمد عبد الرحمن العايد الخلف والبحث عن الكرات، محاولة تمرير تصل ناحية عثمان مختار، الضغط على عثمان يخلص وجدي عوض، وجدي عوض يلعب لمحمد كسرى، محاولة إبعاد سقوط على الأرض، صافرة ومخالفة وربما بطاقة صفراء، أول بطاقة صفراء بالمباراة من نصيب لاعب المريخ محمد كسرى. على المحبة دائما نلتقي ودائما جسم القوافل للاعب محمد القدم، وإذا كانت هي اللعبة الشعبية. ومخالفة لصالح الهلال، وفي السودان هي الأكثر متابعة والأكثر أهمية، دائما ما يلتقي الأفراد. عبد الرؤوف يعقوب من جديد ونصر الدين الشغير وصلاح عادل وأحمد إبراهيم وضح داخل منطقة جزاء المريخ بجانب محمد عبد الرحمن ووليد بخيت،
ومن أجل السماح وجارة كافي في المرمى وتبديل بصفوف المريخ ربما، لكن بعد تنفيذ هذه المخالفة تتلعب من عبد الرؤوف محاولة إبعاد من عمار طيفور إلى خارج الملعب، ركنية ركنية لصالح الهلال، تبديل بصفوف المريخ الآن، وجد عوض ربما يغادر ملعب المباراة ويشارك بديلا عنه ضياء الدين محجوب، إبراهيم حسين إبراهوم هو المدير الفني في ظل غياب المدير الفني التونسي الغازي الغرايري الذي أنهى الموسم في نسخة الدوري الممتاز بالتحديد، ثم غادر إلى مدينة تونس، وإبراهيم حسين إبراهوم هو الآن يقوم بدور المدير الفني، عفسية للهلال، محاولة إبعاد وإبعاد بالرأس، خلص رمضان عجب وإبعاد من رمضان، ولكن قبل ذلك راية تشير إلى مرور الكرة إلى خارج الملعب، اللعب سريع لفارس، فارس عبد الله عبد الرؤوف محاولة تمرير تتخلص، تصل الكرة ناحية أسماء مقاماته السامية، عثمان مختار الجمهور العريض، عثمان محاولة تمرير، فارس محمد عبد الرحمن وفاصل من المراوغة، محمد عبد الرحمن ومرت الكرة من محمد عبد الرحمن إلى خارج الملعب، بالتالي تتحول إلى ركلة مرمى لصالح المريخ، أفضل لاعب مقدمة من نائب مجلس السيادة، وهي عبارة عن مليار لكل لاعب، النجم الأول في المريخ 30 دقيقة مرة الأول في الهلال، إضافة إلى النتيجة هي تقدم المريخ بهدف، هاتف تتلعب الكرة من جرس كافي حارس مرمى المريخ ناحية رمضان عجب، تتلعب راسية تصل للطيب عبد الرازق، أبو عشرين يلعب الكرة الأمامية، راسية من محمد كسرى، صلاح عادل أيضا راسية، وجود صافرة ومخالفة أو ركلة حرة غير مباشرة نتيجة تسلل محمد عبد الرحمن، النائب الأول لمجلس السيادة الفريق هو محمد، مخالفة لصالح المريخ، المهرجان وكذلك التحية لكل حمزة داود في تنفيذ المخالفة التي ساهمت في تتلعب من حمزة ناحية أحمد آدم بيبو، أحمد آدم يلعب العكسية، رمضان عجب راسية، ولكن قبل ذلك راية تشير إلى وجود تسلل على رمضان عجب بعد أن اصطدمت كرته بالقائمة الأيمن لمرمى الحارس أبو عشرين، وسلامات أبو عشرين ورمضان، شوف الكرة اتلعبت اليمنى، شكرا للزميل المخرج محمد سليمان، وطائرة الدرون تمتعنا بالمناظر الجميلة والخلابة لدار اندوكا جنينة السلطان محمد بحر الدين التي أصبحت مدينة عامرة بأهلها من جميع القبائل ومن شتى السحنات وأهل كل اللقات، الجنينة الدار الجامعة دار اندوكا، وادي كجاء هذا هو الوادي الذي يغسل مدينة الجنينة إلى نصفين شمالي وجنوبي، غربي وشرقي وليس شمالي وجنوبي، غربي وشرقي، نشاهد من على الناحية الشرقية للملعب وادي كجا، تتلعب الكرة ناحية محمد عبد الرحمن، مخلصة بالرأس من بخيت، تصل ناحية عمار طيفور، يمر ناحية سليمان زكريا، يخلص فارس، راسية من وليد بخيت، من اللاعب بخيت خميس، تتلعب الكرة في اتجاه ضياء الدين، وضياء الدين محجوب تتخلص من موفق صديق، فصل ناحية أحمد إبراهيم وضاح، يمر اللي موفق، موفق صديق، محاولة العكسية داخل منطقة جزاء المريخ، وليد بخيت راسية، محمد كسرى يخلص، فصل للاعب فارس، فارس وسليمان، تتلعب لصلاح عادل، صلاح عادل يمر اللي فارس خلف الدفاع المريخي، ظهور لكسرى وإبعاد بمبدأ السلامة إلى خارج الملعب، تتلعب الجانبية لمحمد عبد الرحمن، فاصل من المراوغة، محمد عبد الرحمن والسمان الصاوي، تتخلص من محمد، تتلعب للتاج يعقوب، تصل الكرة ناحية رمضان، رمضان محاولة إبعاد وتمر إلى خارج الملعب جانبية لصالح المريخ، نلعب في آخر الثوانية من عمر المباراة ربما،
سنتابع كم سيضيف الحكم الرابع، كم سيضيف حكم المباراة. ونوه أن الفريقان اتفقا من خلال الاجتماع التقليدي بأن يكون زمن شوط المباراة 40 دقيقة، نحن نلعب في آخر ثواني الدقيقة 9 أو الدقيقة 40. المريخ حتى الآن يتقدم بهدف للاعب محمد هاشم التكت دارندوكا. صورة المدينة بطائرة الدرون، ونعم الله كثيرة على العباد. وادي كجا يحمل الخير ويحمل البركات لكل أهلنا قاطني ضفاف هذا الوادي الذين يمتلكون الجنائن والأراضي الخصبة لزرع الفواكه والخضار على طول العام. هذه المياه تظل موجودة على امتداد الوادي لفترات طويلة من العام، وفي بعض الأحيان كما يقول أهلنا ينطبق الخريف على الخريف. مياه الخريف هذا العام تكون موجودة على الوادي حتى خريف العام القادم. هذه من بركات الله وخيراته على أهلنا في غرب دارفور. الآن تم اختيار جائزة أفضل لاعب من المريخ، هو محمد هاشم التكت، ومن الهلال اللاعب محمد عبد الرحمن، وهي الجائزة المقدمة من سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو القائد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بقيمة 1 مليار لكل لاعب. أيضا شركة السوداني لديها جائزة، اختارت عمار طيفور من المريخ وعبد الرؤوف يعقوب من الهلال. أيضا الحارس جرس كافيه حاز على جائزة أفضل حارس في المباراة، تصدى لأكثر من 3 كرات خطيرة، هدف المباراة يذكرنا به مخرج المباراة محمد سليمان، وفني لعاد الزميل الفاتح أدم عمر، والكرة الآن في الشباك للذين لم يتابعوا هدف المباراة الوحيد. وأبو 20 يغادر ملعب المباراة أيضا مصابا، ويشارك بديلا عنه الحارس إسحاق آدم القادم إلى الهلال من فريق الأهلي شندي، أيضا لاعب سابق بشباب الهلال الحارس إسحاق آدم. بعد أن لعب بمريخ كوستي استطاع الهلال أن يضمه إلى شباكه، ثم عاره إلى الأهلي شندي، ثم تم إطلاق سراحه للنادي الأهلي شندي، وعاد من جديد من الأهلي شندي إلى فريق الهلال. إسحاق آدم حارس مرمى منتخبنا الوطني للناشئين وللشباب. السماني تتلعب من بخيط قميص أمامي، يخلص الشغيل، تصلي وضاح، محاولة تمرير مرت إلى خارج الملعب من موفق صديق. تتلعب من بخيط خميس أمامية ناحية السماني الصاوي، محاولة تمرير يخلص صلاح عادل. تتلعب الكرة أمامية تعود مريخية من جديد، بخيط خميس محاولة تمرير يخلص موفق صديق إلى خارج الملعب، جانبية لصالح المريخ. بخيط خميس يمرر يخلص عمار طيفور راسية تعود هلالية، صافرة ومخالفة مع عبد الرؤوف يعقوب، ربما تكون آخر فرص المباراة. الطيب عبد الرازق، نصر الدين الشغيل يمرر الكرة الأمامية مخلصة من بخيط خميس. بخيط يلعب الكرة الأمامية لرمضان عجب، محاولة تمرير، وجود صافرة ورايا تشير إلى وجود تسلل على رمضان عجب، ركلة حرة غير مباشرة لصالح الهلال، للمشاركة الكبيرة في هذه الفعالية، ركلة حرة هلالية. نصر الدين الشغيل في التنفيذ، مر لصلاح عادل، صلاح عادل على رأس الهرم، يعود لنصر الدين الشغيل، حاول التمرير لوليد بخيت، تخلص عمار طيفور، أحمد آدم بيبو يلعب الكرة الأمامية ناحية رمضان والطيب عبد الرازق، يخلص الطيب عبد الرازق، يخلص صلاح عادل ويبعد حمزة داود، وحمزة داود يبعد، تصل ناحية عثمان ميسي أو عثمان مختار، ارتاج يعقوب يمر رمضان عجب، الضغط من الطيب عبد الرازق، مرت إلى خارج الملعب جانبية لصالح الهلال، وتتلعب من فارس، مخلص محمد كسرى، تصل الكرة ناحية فارس،
فارس تتلعب الكرة في اتجاه عثمان مختار، عثمان مختار يمرر لعبد الرؤوف يعقوب، الهلال يبحث عن هدف لمعادلة النتيجة قبل صافرة النهاية، وجرس كافي يخلص ويبعد محمد كسرى أخطر كرات المباراة في دقائقها الأخيرة ربما في لحظات الأخيرة. الشماني تتلعب الكرة في اتجاه اللاعب ضياء الدين يعقوب، وضياء يمرر في اتجاه بخيت خميس ومحاولة الانطلاقة ويخلص نصر الدين الشغير ويعود لحارس مرمى اللاعب المقدمة من جهاز الامن والمخابرات. تتلعب الكرة امامية وفي ذات الافتاح احبائي الكرام مشاهدينا الاعزاء، يعلن حكم المباراة فضل الكريم محمد عن انتهاء قمة السلام، قمة الوئام، قمة التعافي لإغليم دارفور ولولاية غرب دارفور، قمة التعافي والذي يبدأ من هنا، يبدأ من الجنينة، يبدأ من دار أندوكا، يبدأ من غربنا الحبيب، من آخر نقاط حدودنا مع الجارة دولة تشاد من الناحية الغربية في غرب دارفور بمدينة الجنينة. تنتهي هذه القمة بفوز المريخ بهدف لنجمه محمد هاشم التكت، جاء في الدقيقة 28 من عمر الشوط الثاني، ويتوج المريخ بكأس السلام من مدينة الجنينة. إذن سعادة السلطان تاج الدين بحر الدين، لحظات رائعات ونشوة كبيرة لأبناء غرب دارفور ولأبناء السودان، وهم يعيشون الأمن والأمان والسلام، وهم الآن يدخلون في تصالح وفي تسامح وفي وئام لتعود الحياة لما كانت عليه في سابق الأوقات. مبروك لمريخ كأس السلام، مبروك لك نحن، ومبروك لجميع السودان، كلنا منتصرين وكلنا فائزين، وإن شاء الله مزيد من التعايش. نعم. السلام عليكم. إن شاء الله جميع أهلنا في السودان منتصرين متعايشين متوائمين في أمن وسلام. استراحة قصيرة نعود بعدها لمواصلة حفل التتويج، ولكن بعد هذا الفاصل.